الآثار الفلسطينية راحت فين؟ الآثار الفلسطينية والتراث الفلسطيني. والتراث الفلسطيني موجود إن شاء الله طبعاً. وحصل يعني أنت عارف علاقة مصر بفلسطين ما بدأتش النهاردة ولا امبارح، بدأت يعني مبكراً جداً. معروف إن كانت البداية مع الهكسوس، لأن الهكسوس كانوا جايين من هذه المنطقة. وبعد ما حصل إن الملك أحمس طرد الهكسوس لهذا المكان، أدرك المصري إن حدوده الحد الأول، إحنا عندنا ثلاث حدود. تمام. الحد الأول في سيناء. الحد الثاني في فلسطين، الحد الثالث في سوريا. يعني هنا حدودنا تبتدي من سوريا، ده حد أول، ثم فلسطين، ثم سيناء. معروف ان سيناء اذا استوليت عليها خط مصر كلها. وبالتالي مصر ادرك منذ الاف السنوات هذا الموضوع. عشان حضرتك تعرف العمق بتاعنا، احنا لنا جد مشهور جدا اسمه تحتمس الثالث. تمام. تحتمس الثالث بيسمونه نابليون الشرق. هذا الرجل راح لهذه المنطقه حارب 16 حمله. هذا الرجل 16 حمله دول ما تهزمش ولا في حمله، وكان بيخرج من طيبه اللي هي الاقصر اللي هي بتقع حوالي 700 كيلو، يروح لهذه المنطقه ينتصر ويرجع تاني. حمله دي يعني جيوش يا دكتور مجدي؟ جيش جيوش كامله يعني. لدرجه ان بيسموها كده الحرب العالميه الاولى. اجتمع عليه 36 امير، لان عارف حضرتك ان هو مع حتشبسوت كانت في مشكله شويه مع عمته. فهو تولى الحكم صغير، فقال فرصه الولد الصغير ده ايه نقضي عليه وناخد مصر. فاجتمع 36 امير في منطقه اسمها مجده في نواحي بلاد الشام. وكانوا عايزين يقضوا هذا الرجل. هذا الرجل لما راح يحاربهم، بس عشان النهارده السيد الرئيس قال كلمه قاطعه زي بيقولوا جامعه، فبرضه جدنا تحتمس الثالث من حوالي 3400 سنه قال كلمه جامعه يهمني في برنامج حضرتك، وانا عارف ان حضرتك مهتم بالناحيه الاخباريه، ارجو ان احنا يعني ايه نقولها. فضل. جدنا تحتمس الثالث لما كان بيقف لجنوده بيقول للجنود ايه؟ فضل. قال لهم لا تقتلوا جند لا يستسلم، ولا تقتلوا مدنيا ما لم يرفع السلاح. اياكم ان تمسوا طفلا او امراه بسوء. أعطوا الطعام للجائع كي يعطيكم الرب أضعافه، إياكم أن ترهبوا خائفا مذعورا، فهذا لا يرضي الإله الأعظم. طب ما تقولها لي تاني بالراحة، أنت مستعجل ليه؟ جدنا تحتمس الثالث من حوالي 3400 سنة. تمام. لما كان بيروح يحارب في الجيش بتاعه وراح 16 حملة في هذا المكان. ومشهور جدا يافا، الجماعة اللي هم الكيان ده حاولوا يدوروا لنفسهم على تاريخ. فجم يشتغلوا لقوا قلعة من عهد جدنا تحتمس الثالث ورمسيس الثاني. تمام. وتخيل ان يافا دلوقتي وبيت اسمها سموها بيت شانن، اسمها بيت بيسان، لقوا فيها مكان ودلوقتي عملوها مزار سياحي. ولقوا فيها قلعه. ايه اللي جاب المصريين هناك؟ ان المصريين ادركوا بالحس بتاعهم بعد تجربه الهكسوس، قالوا ان احنا لازم نامن هذا المكان، فراحوا هذا المكان. فكانوا لما بيروح يحاربوا بيقول له ايه؟ لا تقتلوا جنديا يستسلم، اي جندي يستسلم خلاص. ولا تقتلوا مدنيا ما لم يرفع السلاح. عشان نقول للناس هذا الكيان المغتصب جدنا يعني قبل قوانين الامم المتحده وقبل كل الكلام. تمام. اياكم ان تمسوا طفلا او امراه بسوء. تمام. اعطوا الطعام للجائع كي يعطيكم الرب اضعافه، اياكم ان ترهبوا خائفا مذعورا، فهذا لا يرضي الاله الاعظم. انا عارف، انا خليتك تعيد لي يا دكتور مجدي عشان بس نقول للناس، لما دايما بنقول ان مصر ثوابتها لا تتغير مطلقا، احنا ثوابتنا بقى لها كام سنه كده؟ ده احنا كده من 3400 سنه بس خلاص. وبالتالي ده بيرد على اي حد يعني. تخيل لو رحت حضرتك جيافة عاملين مزار سياحي وقلبين عليه الدنيا، وتروح تتفرج على اثار مصريه. وبالتالي علاقتنا بهذه المنطقه كانت علاقه مميزه جدا. واثارنا موجوده في هذا المكان، اثار المصريه. وبالتالي تاريخنا ببلاد الشام وبمنطقه فلسطين طول عمرها. وبالتالي احنا من بدايه من بعد تجربه الهكسوس، الملك رمسيس الثاني كمان لما جم الحسين حبوا يعملوا انقلاب، معروف المعركه اللي هي معركه قادش المشهوره. طب. واللي موجوده على كل المعاب بتاعته، وادرك المصريين منذ هذا الوقت ان هذه المنطقه هي منطقه مهمه جدا لمصر. لذلك السيد الرئيس في خطابه اليوم يعني كان حازم وقالها يمكن رددها اكتر من مره، ان هذه المنطقه هي امن قومي بالنسبه لمصر، ليس غزه فقط ولكن فلسطين كلها ومنطقه بلاد الشام. وبالتالي لابد ان ندرك هذا الموضوع. في حاجه ثانيه يهمني في برنامج، لان السوشيال ميديا مقلوبه عليها. في احد الافلام هيذاع قريبا وفيلم مهم جدا، ان في نابليون بيضرب ابو الهول بالمدافع وبيضرب الاهرامات. عايز اقول ان هذه المعلومه ارجوكم، لان للاسف الدراما بتدي المعلومه وكل الناس بتاخدها زي ما قالوا شجره الدر اتضربت بال أبائيب، ونسيوا ان هذه المرأة هي اللي حمت مصر في مرحلة مهمة جدا، ولولا هذه السيدة ما كنتش انا اعلن عن حضرتك. تمام. ليه؟ لان لويس التاسع لما جاب الحملة، لو هو انتصر في حملته اعتقد كان تاريخ العالم كل المنطقة دي اتغيرت. ونفس ما كان يحدث في عهد شجر الدر هو بيحدث الان، لان هم الست حملات الاولانية كلها كانت موجهة لبلاد الشام. ادركوا ان مش ممكن بلاد الشام، فين مفتاح بلاد الشام؟ مصر. هذا البلد. فنفس ما بيحصل ايام شجرة الدر اللي حمت البلد بيحصل الان. فالسيد الرئيس كان حازم النهارده في كلامه وفي خطابه. فالفيلم ده بيقول ان هو بيضرب الاهرامات ابو الهول. عايز اقول لهم بس ان نابليون لما وقف قدام الاهرامات قال كلمه خالده جدا. قال ان جميع الصنائع والعلوم
واللغات التي تعلمتموها تعلمتموها من هؤلاء الأجداد. وقال الكلمة الرائعة إن 40 قرنا من الزمان تتطلع إليكم.